كده للكاميرا. الله يضحك بقى. حبيبتي ربنا يخليك. استني في سؤال تاني بقى. ممكن نقف جنب بعض؟ حضرتك منصه ايه عشان ابقى؟ والله عندي والله. يلا. صايم؟ انت شايف ايه؟ بتصلي التراويح؟ يعني اوقات اوقات. دعيت عليه المغرب بتاعه ولع. ايه؟ بيجي علات باجي عليه، ومش بيجي علات مش بعمل فيها حاجه. صايمه اكيد. الحمد لله. صلي التراويح؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي بقى مين اكتر حد يعني حس انه ظلمك او جه عليكي وابتدي عليه وانت بتصلي التراويح؟ ما حصلش ولا مره. انا حتى لو بكره حد ما بدعيش عليه لا خالص، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيظلمني، بس انا ما بدعيش على حد خالص بعينه يعني او شخص بعينه. وربنا بيجيب لك حق. والله في كل وقت. طب احكي لنا موقف كده يعني حصل وحقك رجع لك. هو انا مش فاكره دلوقتي لان المواقف الوحشه في حياتي قليله، فانا مش ما بفتكرش يعني الوحش صراحه يعني. ربنا يكتر الحلو يعني. الحلو للناس، بس الوحش انا بنساه على طول، اول ما بيحصل وخلاص بيخلص الموقف بنساه. ربنا يخليك. صايم؟ انت شايف ايه؟ انا معرفش، ما دخلتش فيك من جوه. ايه بتصلي التراويح؟ الحمد لله. مين بقى اكتر حد حاسس انه ظلمك او جه عليك وابتدي عليه وانت بتصلي التراويح؟ بعد الظلام طول ما انا ماشي قادر ما حد ظلمني. يعني انت ما بتظلمش حد فما حدش بيظلمك. يعني انت ما بتجيش على حد؟ اللي يجي عليا باجي عليه. انت لسه قايل ولا بتيجي ولا حد بيجي عليه. اللي يجي عليا باجي عليه، ومش بيجي عليا مش بعمل فيه حاجه. خلص حقك اول باول. ولا تدعي على حد ولا حد يدعي عليك. ماشي كل سنه وانت طيب. صايم؟ ما لا طبعا صايم. الحمد لله. صمت رمضان كله؟ لا هو يوم بس اللي فطرته بصراحة. فطرته ليه؟ عشان كنت تعبان، ما ده أنا عندي القلب مش ينفع أفطر، مش ينفع أصوم. ألف سلامة عليك. الله يسلمك. بتصلي التراويح؟ يا شيخة الحمد لله. الحمد لله. قول لي بقى، مين أكتر حد كنت مستني رمضان يجي وصلاة التراويح علشان تدعي عليه؟ عشان ظلمك بقى أو جه عليك أو أي حاجة. بص يعني اللي بيظلمني مش بقول غير حسب الله ونعم الوكيل وبس. مش يعني مش عايز ادعي عليه يعني عشان افرض عنده عيال، افرض هو شباب، مش ينفع. بس انا بقول ليه حق عند ربنا بس. يعني في حد جه عليك قبل كده وقلت حسبي الله ونعم الوكيل وربنا جاب لك حقك؟ كتير بصراحه. ممكن تحكي لي موقف؟ يعني انا كنت شغال عند واحد ماشي عميه، حصل بينه وبينه حوار ما رضيش يديني فلوس وكده. دعيت عليه المغرب بتاعه ولع. والله العظيم. صايم؟ الحمد لله. بتصلي التراويح؟ ايه؟ بتصلي التراويح؟ يعني اوقات اوقات. مين اكتر حد حاسس انه ظلمك او جه عليك وابتدي عليه وانت بتصلي التراويح؟ يعني كنت مستني التراويح عشان تدعي عليه؟ لا ما فيش حد. اظنش. ما كنتش مستني التراويح عشان تدعي على حد؟ لا والله الواحد بيصليها تقرب من ربنا وشكرا. طب وانت بتصلي بقى بتدعي لنفسك بايه؟ ان انا انجح و بس انجح وربنا يكرمنا في حياتنا الجايه يا رب. صايم؟ صايم معاك الفاطر. بتصلي التراويح؟ الحمد لله. يعني مين بقى قول لي كده، مين اكتر حد ظلمك او جه عليك وكنت مستني صلاه التراويح عشان تدعي عليه وانت بتصلي؟ لا 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 مفيش حد الحمد لله. لا 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 الحمد لله. ولا مفيش حد ظلمك؟ لا 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 الحمد لله مفيش حد. في حد جه عليك طيب؟ لا لا برضه. مش شايل من حد؟ لا ما حدش يقدر يجي عليا ولا اقدر اشيل من حد، احنا في ايام مفترجه ولازم نسامح بعض وكده. كل سنه وانت طيب. وانت طيب.